خدمات رديئة تلك التي يقدمها قطاع البريد والاتصالات في الجلفة، خصوصا مع اقتراب شهر رمضان. عندنا ربع مراكز بريد، منهم مركز رئيسي انعدام لموزعي البريد في هذه المراكز، يعني شحال عندنا نسمى هنا في حسبابه. ثانيا يسكرون يوم الجمعه، يوم الخميس والجمعه، خميس مساء والجمعه انعدام، شغل ما كاينش لاكارد. تدافع وانعدام للسيولة في غالبية المراكز، أما قطاع الاتصالات هو الآخر يعاني الانقطاعات المستمرة للأنترنت وكثرة الأعطاب. الخدمات مش متوفرة زين، الثقال في الانترنت تتقطع، حي مهم مش مريقلة. الناس تتنقل حتى للبريد، شوفوا لنا برية، أنا هاني جاي درك على برية، راه عندي بالك ثلاث شهور ولا أربع شهور. كي نسقسي في الخارج يقول لي أنا بعثناها، هنا يقول لك ما كانش، مانيش عارف راه المشكل. احنا نطلب موزع بريد برك، اما الحوايج الاخرى كاع ماشي مشكل. وزيرة القطاع وقفت على هذه المشاكل ووعدت بايجاد حلول لقطاعها في الجلفة. كاين حلول يعني وقتيه نعملوها بالتعاون مع سيادة الوالي اللي راح يعطينا محلات تستعملها بريد الجزائر في انتظار انجاز مشاريع مكاتب بريد جديده، وراح يكون مناصب شغل جديده خاصه بالولايه لاجل تدعيم كتله العمال. قطاع البريد والاتصالات تتجدد مشاكله كل سنه رغم الزيارات الكثيره لمسؤوليه، ليبقى المواطن يعاني.